لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية وحتى العالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، تقرير القائمة السوداء الأممية أغفل جرائم القوات الحكومية وجرائم ميليشيا الحشد ضد المدنيين. في صحيفة العربي الجديد، الكشف عن سجن سري للحشد الشعبي في سهل نينوى يضم عشرات المعتقلين. في صحيفة العرب اللندنية، روسيا تهدد الغرب بتمكين النظام السوري من منظومة S-300. في صحيفة الحياة ديمستورا، الأمم المتحدة تدفع المفتشين لإنجاز مهمتهم في دوما. صحيفة الخليج الإماراتية، 4 شهداء ومئات الجرحى بجمعات الشهداء والأسرى على حدود غزة. المستقبل اللبناني ظريف يلوح بخيارات مزعجة إذا انسحب الأمريكيون من الاتفاق النووي. وفي صحيفة القدس العربي، كوريا الشمالية تقول إنها ستجمد الأنشطة النووية وتجارب الصواريخ. السلام عليكم. حضر موسم انتخابات برلمان العراق، وهو موسم حصد العراقيين، بمعنى حصاد أعمارهم وأمالهم من قبل حفنة عملاء مأجورين مرتشين لصوص وخونة، نشطوا على تلويث وتسميم حياة العراقيين وتكالبوا وتداعوا عليه كما يتداعى الذباب على قطعة حلوى. من يأمل بزرعه عليه أولا أن يهيئ شتلته ليودعها في أرض صالحة واعدة. حامد الجيلاني يرى في صحيفة العرب اللندنية أن تربة الاحتلال لا يمكن أبدا أن تنمو فيها شجرة طيبة، فعمليته السياسية جذورها في أقبية ودهاليز الولي الفقيه، وفروعها في أذرع ميليشيا الحرس الثوري الإيراني. التلوث الانتخابي يتفوق على التلوث البيئي في منجزات جرائم حكومات الاحتلال المتعاقبة، فأصوات الناخبين تعني مصادقتهم على مصادرة حقوقهم ل4 سنوات أخرى وتمديد المعاناة وسفك الدماء، إذ لا يجدي بعد تفويض عتات المجرمين التباكي على وطن في ساحة تحرير لم يتبقى منها سوى نصب هو الآخر آيل للسقوط. تدافع للمرشحين على خوض الانتخابات، كما لو كان الشعب هيئة عامة قررت برمتها ترشيح نفسها لخوض الانتخابات للفوز بمقاعد اتحاد تعاوني أو جمعية إسكانية. ألا يدعو ذلك للتساؤل عن جدوى هذا الازدحام المخجل والمكلف جدا قياسا إلى مبالغ مطبوعات الحملات الدعائية؟ الهدف ربما يتجاوز الحصول على مقعد برلماني بما أفصحت عن مغانمها دورات البرلمان الماضية. بهكذا وصف الشعب يكرر ذاته، لا من أجل التغيير بل من أجل مكارم سلطة وأحزاب وحكومة واستجوابات برلمانية وتشريعات دسمة. من لا يعثر من هؤلاء الطامحين على عباءة يقزم بها كرامته ليدخل بها إلى البرلمان، ينضوي تحت أبوة الميليشيات بما تبديه من استعداد لكافة المنازلات. وصفة الميليشيات مجربة، ومخطئ من يقترب من سوء تقديرها في حصد العراقيين أو حصد أصواتهم. الكاتب يقول في ختام مقاله إن من يحصد العراقيين هو من يحصد أصواتهم، فالخوف والتبعية والإذلال والاستلاب الطائفي والعشائري والميليشياوي وثلاثية الفقر والجهل والمرض تثقل بقوة على مصير صناديق انتخابات برلمان العراق في 12 من أيار المقبل، حتى ولو مع وجوه جديدة بعضها عراقي السمات والأمل، لكن في أعماق الصناديق أعماق تبكي من علامات الانحطاط، رغم أنها ترتعد وتدوي بعنف وصخب كقصائد المتنبي. تشير المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام إلى ازدياد نشاط المحاكم العراقية في إصدار قرارات بالإعدام ضد المشتبه بهم في تعاملهم مع تنظيم الدولة، بغض النظر عن مكانة ودور ونشاط هذا المشتبه به أو ذاك.
كاظم حبيب يقول في صحيفة العالم العراقية إن هناك 13,000 مشتبه به يقبعون في سجون العراق حتى الآن، وهم في الغالب الأعم من وجهت لهم تهمة الإرهاب، بمعنى أن المحاكم وعلى وفق الطريقة الجارية حالياً ستصدر أحكام الإعدام ضدهم دون أي تدقيق فعلي وحقيقي، فيما إذا كان هؤلاء جميعهم تنطبق عليهم تهمة الإرهاب أو شاركوا في عمليات إرهابية أو قتلوا بشراً. يشير تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إلى إصدار حكم بالإعدام على 14 امرأة في مدى ساعتين لا غير، وكانت واحدة منهن تركية الجنسية. استغرقت المحاكمة بأكملها 10 دقائق قبل أن يحكم القاضي عليها بالإعدام شنقا، وفي غضون ساعتين تمت محاكمة وإدانة 14 امرأة بالإعدام. وهذا يعني أن المحكمة قد وضعت حكماً نمطياً على كل من وجد في إطار تنظيم داعش، بغض النظر عن الموقع الذي كان فيها والمهمة التي أداها والجرائم التي ارتكبها. لا يجوز لمثل هذه الحالة أن تستمر، إذ ستكون لها عواقب سيئة جداً في الوقت الحاضر وفي المستقبل. إن العراق يعيش الآن معركة انتخابية حامية الوطيس، تخرق فيها الكثير من القيم والمعايير والأسس الديمقراطية والعقلانية في سباق انتخابي غير إنساني، يتجلى أيضاً في إصدار أحكام بالإعدام بحق المتهمين بغض النظر عن القضايا التي ارتكبوها، بل لمجرد وجود بعضهم سواء أكان عددهم قليلاً أم كثيراً بمعية داعش، بأمل كسب أصوات من خلال البرهنة على شدة وقسوة الحكام، في حين أنها تشكل جزءاً من التجاوزات الجارية على الشرعية الدستورية وأصول المحاكمات الجزائية وحضارة الإنسان. الكاتب يرى أن ما يمارسه حكام العراق اليوم يمكن أن يخضع في أي تغيير فعلي في نظام الحكم أو في نهجه الراهنة إلى المحاسبة القانونية، ويمكن أن تصدر بحقهم أحكام بالإعدام على وفق التهم الموجهة منذ الآن لهم، وإذا ما ثبتت عليهم تلك التهم وبرهن القضاء على ارتكابهم جرائم بشعة بحق الإنسان أو الشعب العراقي، فالتهم الموجهة من عدد كبير من أبناء الشعب العراقي إلى رئيس الوزراء السابق كثيرة وخطيرة، وإذا ما ثبتت عليهم كل أو بعض تلك التهم أثناء المحاكمة فستكون عقوبتها الإعدام في ضوء القوانين العراقية. تزايدت في الفترة الأخيرة التقارير والتحقيقات التي توثق استخدام أنظمة عربية للاغتصاب كسلاح سياسي. التفاصيل المرعبة الكثيرة جاءت من سوريا والعراق واليمن وليبيا، وهي بلدان تشهد أزمات سياسية كارثية، لكن هذا لا يعني أن أنظمة البلدان العربية الأخرى التي تتمتع باستقرار نسبي لا تستخدم الاغتصاب ضد النساء والأطفال والرجال كسلاح ضد معارضاتها، فالأمر يتعلق بالكم لا بالكيف أو بالعقلية التي تحكم أجهزة أمن تلك الأنظمة. هذا ما أشارت إليه افتتاحية صحيفة القدس العربي. تقوم هذه الاستراتيجية في سوريا على سبيل المثال على اعتقال النظام لزوجات أو بنات المعارضين واستخدام العنف الجنسي المروع، بل إن الأجهزة الأمنية تقوم أحياناً بإرسال أشرطة فيديو إلى الأزواج أو الأبناء الأقارب المستهدفين، وذلك لإذلالهم وترويعهم، لما لهذه العملية من تأثير معنوي خطير ضمن مجتمعات متدينة تعتبر الاغتصاب انتهاكاً يعادل الموت المعنوي للضحية وأقاربها. وفي العراق كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية أن أعداداً كبيرة من النساء المعتقلات لزواجهن أو لعلاقات مفترضة بتنظيم الدولة يتعرضن للعنف الجنسي على أيدي قوات الأمن وأفراد الميليشيات الذين يعملون داخل مخيمات النازحين. وقد تمكنت الصحيفة من التأكد من مشاركة موظفين في وزارة الهجرة وعناصر أجهزة أمنية في تلك الانتهاكات، وهو ما يجعلها ذات طابع رسمي ومنهجي كما هو الحال في سوريا. السلطات العراقية وبدلا من مواجهة الحادثة بصدق ومحاولة معالجة أسبابها أو التظاهر بذلك، فقد قامت بنفي حصول انتهاكات مؤكدة حرصها على عدم حصول أي تجاوز أو خرق قانوني أو انتهاك لحقوق الإنسان، وهو أمر يبرر ضمنيا تلك الانتهاكات ويضمن استمرارها.
الصحيفة ترى أن كل ذلك يوضح فقدان تلك الأنظمة العربية لشرعيتها الإنسانية، وأنها استمرار لحقبة وحشية تقوم على الإبادة الجسدية والمعنوية لخصومها، وهي في تعزيزها لهذه الثقافة الوحشية ونشرها ودفاعها الصلب عنها. تقول لمحكوميها إن التوحش والطائفية والإبادة هي التسعيرة الموجودة لزوالها، وأن كل الأجهزة الأخرى من برلمان وقضاء وأحزاب ليست إلا كاريكاتورات لا معنى لها. جاء سقوط دوما ليشكل محطة مهمة في المسألة السورية، كونها تعد آخر معقل للمعارضة السورية المسلحة في محيط العاصمة التي ظلت تعاني منذ عام 2012 من الضغط العسكري للمعارضة. بشير البكر يرى في صحيفة العربي الجديد أن روسيا التي تقود عملية تأمين دمشق تريد أن تذهب بعيدا لتصل حتى مدينة إدلب، لأنها لن تجد بعد الآن من يتصدى لها على الأرض، وهذا ما تقوم به اليوم من عمليات تهجير من القلمون الشرقي في طريق التقدم نحو المعاقل الباقية للمعارضة المسلحة في ريفي حمص وحماة. الورقة الأساسية في يد روسيا أن ميزان القوى على الأرض بات لصالحها وسط تراجع خيارات المعارضة المسلحة التي خسرت مواقعها الواحدة تلو الآخر من حلب في نهاية عام 2016 وحتى الغوطة الشرقية، ولم يعد لديها سوى إدلب التي تعتبر ساقطة عسكريا لأنها تعيش مواجهات مفتوحة بين جبهة النصرة وبقية أطراف الفصائل المسلحة منذ عدة شهور، الأمر الذي أحدث حالة من الإحباط وسط الحاضنة الشعبية للمعارضة تمهد الطريق لعودة النظام إلى هذه المناطق بأقل التكاليف. لكن تقدم روسيا ميدانيا على المعارضة لا يعني نهاية الأزمة السورية، فهي مستمرة في المدى المنظور ومفتوحة على احتمالات تصعيد عديدة روسي أمريكي وإيراني إسرائيلي، والأمر الثابت أن تل أبيب وواشنطن على الموجة نفسها فيما يخص دور إيران في سوريا. ومن تطور إلى آخر يتأكد في كل مرة أن بشار الأسد ليس أكثر من ورقة في اللعبة، وتبين من مجريات الضربة الثلاثية أخيرا أنه ليس هناك من هو قادر على حمايته، ولو أرادت الأطراف الثلاثة التي وجهت الضربة استهداف رأس النظام لفعلت ذلك، لأن روسيا وطهران لم تتمكن من صد الصواريخ التي توجهت إلى مراكزه الكيماوية. الكاتب يرى أن الولايات المتحدة تستطيع أن تخرب كل ما بناه الروس في سوريا طوال السنوات الماضية، وفي وسعها أن تقلب الطاولة وتقطع الطريق على أي ترتيبات لا تلبي مصالحها. وتبين خلال الأيام الماضية مدى ركاكة الإنجاز الروسي وهشاشته ومن خلفه الإيراني الذي تم بصرف مئات المليارات وتقديم تضحيات بشرية كبيرة. أسابيع قليلة تفصل بيننا وبين نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بعد إقرار الرئيس الأمريكي بكون المدينة عاصمة للكيان الصهيوني. ماهر أبو طير يتساءل في صحيفة الدستور الأردنية ما الذي ستفعله السلطة الفلسطينية لمواجهة هذا القرار قبيل تنفيذه وبعد تنفيذه، وهو الذي يعني فعليا إخراج القدس من الحل النهائي للقضية الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين فعليا. كيف يمكن أن ترد السلطة الوطنية حصراً على هذا الإجراء الأمريكي وواشنطن تتحكم بالسلطة من ناحية اقتصادية وتحاصرها إسرائيل أيضاً؟ ولعل الإشكال الأكبر يتعلق بقدرة السلطة على إلغاء اعترافها بإسرائيل وحل نفسها، وهو السيناريو الذي يحض عليه كثيرون باعتباره الورقة الأخيرة المتاحة أمام السلطة لمواجهة هذه الانهيارات على كل المستويات. لقد ثبت أن الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل كان كارثة كبرى، فإذا كان الفلسطينيون تحت تبريرات مختلفة اعترفوا في أوسلو بثلاثة أرباع فلسطين باعتبارها إسرائيل مقابل قيام دولة فلسطينية، ثم لم يتحقق الجزء الثاني من هذا الافتراض السياسي أي قيام دولة فلسطينية، فماذا يمكن لحظتها أن نسمي استمرار الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل في ظل ما يجري، خصوصا بعد تقديم القدس بشقيها إلى إسرائيل من جانب الولايات المتحدة عاصمة لها؟
بما يمكن اعتباره نكبة جديدة في شهر أيار المقبل. في كل الأحوال نحن أمام توقيت فاصل يضغط على خاصرة السلطة من أجل مراجعة جدوى اعترافها أساساً بإسرائيل، مادام هذا الاعتراف أدى إلى نتائج كارثية على الفلسطينيين. الكاتب يرى أن شهر أيار المقبل شهر حساس جداً على القضية الفلسطينية، إذ إن نقل سفارة لا يعني مجرد نقل مبنى، إذ سبق ذلك أساساً وجود القنصلية الأمريكية في القدس، لكنه نقل يغير صفة القدس على مستوى القضية ذاتها وعلى المستوى الدولي، ويحولها إلى عاصمة كبرى للكيان الصهيوني بما يعنيه ذلك من تتابعات لا يصح معها استمرار الاختباء وراء أوسلو، ولا يصح معها أيضاً التمسك باعتراف الفلسطينيين بإسرائيل وفقاً لأوسلو، وعليهم جميعاً إبطال هذا الاعتراف بعد أن ثبت أنه كان محاولة للنجاة عبر الانتحار. رغم التفاؤل الذي استجد بخصوص العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعدما كاد العالم ينزلق إلى مواجهة نووية بين البلدين على خلفية البرنامج النووي الكوري الشمالي وما تخلله من تهديدات متبادلة، صحيفة الخليج الإماراتية ترى في افتتاحيتها أن الأجواء الإيجابية التي لاحت مؤخراً بعد الإعلان عن قمة أمريكية كورية شمالية خلال الشهر المقبل أو الذي يليه، على أن تسبقها قمة تجمع رئيسي الكوريتين خلال الشهر الحالي، لا تعني أن التسوية باتت جاهزة وأن الحل بات في متناول اليد. ما يتم اليوم هي إجراءات تمهيدية وتطيب للعلاقات كي تنعقد القمة في أجواء بعيدة عن التشنج والتحدي، لكن يبقى لب الموضوع والتفاصيل هي الأساس الذي يحدد ما إذا كانت القمة ستحقق أهدافها أم لا. لا المكان مهم ولا الزمان ولا من يشارك في القمة، المهم هو جدول الأعمال الذي يحتاج إلى لقاءات جانبية تمهيدية، ويبدو أنها بدأت من خلال زيارة سرية قام بها وزير الخارجية الأمريكي المعين مايك مومبيو إلى بيونغ يانغ في الأول من نيسان الحالي. كما بذلت الصين جهوداً في التمهيد للقمة قبل وبعد زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إليها. المواقف بين الطرفين متباعدة في الأساس، فالولايات المتحدة تريد من بيونغ يانغ نزع سلاحها النووي مقابل تطبيع العلاقات ورفع العقوبات الاقتصادية عنها، فيما يرى زعيم كوريا الشمالية أن هذه الخطوات ليست كافية. هو يريد ضمانات أمنية للبقاء ويريد معاهدة سلام بدلاً من اتفاقية الهدنة المعمول بها حالياً، وذلك في رأيه يكرس الثقة بين الطرفين ويمهد لرفع العقوبات عن بلاده، إضافة إلى تقديم المساعدة في استبدال البرنامج النووي العسكري ببرنامج نووي سلمي. الصحيفة تقول إن مطالب الطرفين تلتقي على هدف نزع سلاح كوريا الشمالية النووي، لكن لكل طرف شروطه للوصول إلى هذا الهدف، والثمن بالنسبة لأي طرف يجب أن يوازي ما يستطيع الحصول عليه من الآخر. لذا تبدو القمة الأمريكية الكورية الشمالية أشبه بمبارزة حقيقية بالسياسة والدبلوماسية بدلاً من المبارزة بالسلاح، وهي بلا شك ستكون صعبة وقاسية ونتائجها غير مضمونة، فالقمة وحدها لا تعني حل الأزمة إنما الدخول في عمقها. بعد 40 عاماً من الغياب اجتمع هندي بذويه مجدداً بفضل انتشار تسجيل مصور له
على اليوتيوب وهو ينشد أغنية بوليودية شهيرة بحسب ما نشرته صحيفة القبس الكويتية. وعانق جامبير سينغ أفراد عائلته أمس الأول في مدينة إمبال في ولاية مانيبور الشمالية الشرقية النائية التي تركها عام 1978 بعد الانفصال عن زوجته. وقال سينغ البالغ من العمر 66 عاماً إنه حاول كثيراً العودة لكن الخيارات المتاحة لم تكن كثيرة، ولم تسمع عائلته عنه شيئاً بعد 4 عقود على غيابه قبل أن ينتشر شريط مصور على اليوتيوب لرجل غطى الشيب رأسه وهو ينشد أغنية بوليودية في بومبياي. وعرف سينغ عن نفسه في الشريط قائلاً إنه من مانيبور. وعرض أحد المشاهدين الشريط على جمعية في مدينة إمبال أعلمت عائلة سينغ بوجوده. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. إلى اللقاء.